مدبولي والحريري يؤكدان تطلعهما لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر ولبنان. الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي يقول إن تركيا تدعم الإرهاب والميليشيات المسلحة في بلاده. إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي. الواحدة من بعد منتصف ليل القاهرة، هذا موجز إخباري جديد، أسعد الله أوقاتكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ثقته في أن اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ستمثل دفعة للتعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وقد أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر. كان رئيس الوزراء قد وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء اللبناني، وذلك لترأس الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين اليوم وحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي. التقت وزيرة السياحة رانيا المشاط برئيس مجلس إدارة كلية الإدارة الفندقية بلوزيرن السويسرية، والتي تعد من بين أهم المؤسسات التعليمية في مجال الضيافة والسياحة على مستوى العالم، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى السياحة العالمي. بحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في القطاع. استعرضت الوزيرة المحاور الخمسة لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة في مصر. أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الجيش لم يطلق رصاصة واحدة تجاه الشعب. قال رئيس أركان الجيش الفريق هاشم عبد المطلب إن القوات المسلحة تقف مع الشعب حتى تحقيق أهدافه، ولكن بعيدا عن التخريب والانفلات الأمني. قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري إن القوات تخوض المعركة الأخيرة في الحرب ضد الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي كشف المسماري عن رعاية تركية للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة داخل بلاده. أعلن التحالف العربي في اليمن استهداف مقاتلاته لمواقع تابعة لميليشيات الحوثي في قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء. قال التحالف إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، منوها إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء. أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية إقالة وزير الدفاع جافن ويليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات. قال مكتب ماي في بيان إن بيني موردونت ستكون وزيرة الدفاع الجديدة، وأشار إلى أن قرار رئيسة الوزراء بإقالة ويليامسون جاء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي ناقش خلاله السماح لشركة هواوي في إنشاء شبكة الجيل الخامس. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان ألغى جولة أوروبية على خلفية متابعته لتطورات الأزمة في فنزويلا والأحداث على الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك. قال المتحدث باسم الوزارة إن شانهان لن يتوجه إلى أوروبا بعد أن قرر أن وجوده الحالي في العاصمة سيسمح له بالتنسيق بشكل أكثر فاعلية مع وكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية في فنزويلا، ومواصلة التنسيق مع وزارة الأمن الوطنية للحصول على دعم على طول الحدود الجنوبية لبلاده. كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد أن التدخل العسكري في فنزويلا محتمل إذا دعت الحاجة، مشيرا إلى أن واشنطن على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في فنزويلا. ختام الموجز، دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى اللقاء بإذن الله.